أسرار عن فهد بن نافل وعلاقته بالوليد بن طلال ولماذا رفض تركي آل الشيخ مقابلته. منذ وصوله إلى مقعد رئاسة نادي الهلال السعودي ولا يزال رجل الأعمال السعودي فهد بن نافل يبهر عشاق وجماهير الكرة ليس في المملكة العربية السعودية فقط بل في العالم أجمع وعلى مدار أكثر من عام على توليه رئاسة نادي الهلال حقق فيها عشرات الإنجازات سواء على المستوى الكروي والرياضي أو على المستوى الاستثماري. فعلى الجانب الاستثماري نجح فهد بن نافل في عقد شراكات مع كل من شركة إعمار دبي وشركة المملكة القابضة ممثلة في مستشفى المملكة ومجموعة مدارس المملكة وشركة فلاي إن بواقع استثمارات تتجاوز 350 مليون ريال سعودية. ويشغل فهد بن نافل منصب المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في شركة المملكة القابضة منذ 2018، كما شغل منصب عضو اللجنة التنفيذية في مستشفى المملكة والعيادات الاستشارية منذ عام 2017. فهد بن نافل حاصل على بكالوريوس ريادة الأعمال من جامعة ميامي بالولايات المتحدة في العام 2011، كما شغل من قبل منصب المساعد التنفيذي الأول للأمير الوليد بن طلال مالك شركة المملكة القابضة. وتجمع فهد بن نافل والأمير الوليد بن طلال علاقة صداقة كبيرة، فخلال فترة عمله معه بالشركة كان فهد بن نافل هو الوحيد المسموح له بالدخول على الأمير الوليد بن طلال داخل مكتبه. ومن الأسرار التي لا يعرفها الكثيرون عن فهد بن نافل وعلاقته بالمستشار السعودي تركي آل الشيخ، فبالرغم من قوة العلاقة حاليا إلا أنها شهدت عثرات في وقت سابق. وكشفت تقارير عن أن قرب فهد بن نافل من الأمير الوليد بن طلال لم يكن يروق لتركي آل الشيخ، لدرجة أنه رفض أن يسلم عليه خلال لقاء جمع بين الاثنين في العام 2015. ويتمتع فهد بن نافل بعقلية اقتصادية كبيرة، حيث استطاع تحقيق عدد كبير من الإنجازات خلال مسيرته الاقتصادية، حيث تبلغ ثروته أكثر من 250 مليون ريال سعودية.